هل صابك نوع من الصدمة الثقافية أول ما وصلتي أمريكا؟ أول ما وصلت على أمريكا اللي صابني مش صدمة بالضبط، اللي صابني أكثر إنه استغربت من الاختلاف الكبير. أنا كنت متوقعة إنه راح يكون اختلاف، يعني كنت متوقعة إنه اللغة راح تكون صعبة علي، كنت متوقعة إنه الغربة راح تكون صعبة، البعد عن الأهل راح يكون صعب، بس الاختلاف بيناتنا كان كثير كبير. يعني نبدأ من الديانة كانت مختلفة، التعامل مع الأشخاص كان مختلف، وطريقة التعليم بالدروس نفسها كانت مختلفة. يعني أول أسبوع أعطونا يعني كثير وظائف، استقول إيش في، يعني أخذ لي أسبوعين اللي هن بكيت كثير، يعني بكيت قلت أنا مش عارفة كيف بدي أتأقلم هون، بس مع الوقت بلشت أرتب الأمور، استقول يعني إنه هيك هن بحبوا، هيك لازم أعمل، هيك لازم أحكي، هيك لازم أدرس، هيك لازم أقدم وظيفة، ورتبت أموري. بس يعني الإشي بالأول كان جدا جدا صعب علي. شو أكثر إشي استغربتي منه بأمريكا؟ بصراحة من الأشياء اللي استغربت منها كثير هو إنه صار عندي أصدقاء بشكل سريع جدا، وكان سهل جدا إنه يكون عندي أصدقاء، حتى أسهل بكثير من إنه يصير عندي أصدقاء ببلادي مع أشخاص اللي بيحكوا لغتي. أفكر ما كنتش أعرف شو السبب اللي ورا الإشي، بس أفكر مع الوقت صرت أنتبه إنه السبب إنه كلياتنا عم نمرق بنفس المرحلة، يعني كلياتنا جايين من بلاد غربة، كلياتنا بعيد عن أهلنا، كلياتنا بنمرق شعور إنه مشتاقين للأهل، كلياتنا بنحكي لغة مش لغتنا، فإحنا مارقين طريق وحدي. كنا أصدقاء اللي احنا مرتبطين ب ب بتجربة مميزة يعني مع بعض، عشان هيك تفهمنا بعض بشكل سريع وتواصلنا بشكل سريع وعشنا شغلات اللي هي بفترة قصيرة عشنا كثير شغلات. هل في عندك أصحاب بيحكوا عربي بالجامعة؟ من الشغلات اللي كانت عن جد صعبة علي بالأول، بس مع الوقت اكتشفت إنه هي أكثر إشي ساعدني هناك، إنه ما حدا موجود بالجامعة بيحكي عربي، يعني بيحكي لغة الأم. يعني كنت أنا أجبر بس أحكي إنجليزي، ما فيش أي لغة ثانية بقدر أستعملها. يعني كنت أشوف أشخاص اللي هني موجودين مثلا من اليابان أو من يونان أو من الصين بيحكوا مع بعض، أو صيني أو ياباني أو يوناني، وأنا مجبور أحكي معهم بس إنجليزي. يعني ما كانش في عندي ولا للحظة الشخص اللي أتوجه وأحكي معه بالعربي. بالأول كان إشي صعب جدا جدا لأنه ما كنتش أعرف أعبر عن حالي صح، بس بعدين مع الوقت اكتشفت إنه صار إشي زي إذا بحكيش اللغة الإنجليزية أنا مش راح أقدر أتقدم، وكان الإشي يجبرني إنه بس أحكي إنجليزي، وما ما كيف بيقولوا ما ألجأش لواحد اللي هو بيحكي لغتي يفسر عني أو يشرح عني، كان أنا بس أنا اللي بقدر أفسر عن حالي وبس أنا بقدر أشرح عن حالي. فلا كنت موجودة الوحيدة، كنت مسلمة بالجامعة والوحيدة اللي بتحكي عربي بالجامعة والوحيدة من الشرق الأوسط بالجامعة كنت، فكان إشي برضو كان إشي مميز جدا.